من دوحة قطر إلى الكويت، رسالة شكر بمحبة ووفاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومن شعب قطر إلى شقيقه الكويتي إرفانا وتقديرا. لوحة قالت وتحدثت بإمضاء الشعب القطري، جدارية بصورة قائد العمل الإنساني، قالت الكثير عن جهود سموه الدبلوماسية، وحملت معاني ألفة شعبين وأواصر بلدين. الصورة هذه رسمناها في اسطنبول، وصممناها وصنعناها في إيطاليا، ووديناها الدوحة وقعوا عليها أهل قطر، وبعدها جبناها لأهل الكويت. وبنا صباح يستاهل، والله يوفقه في وساطته الحالية اللي هو يعمل عليها بجهد، وإن شاء الله أن تكلل وساطته بالنجاح. لوحة شكر انطلقت من دوحة قطر، يتجدد معها عهد ووفاء من طيب شعب قطر لكرم أهل الكويت. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.